الله أكبر، 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 ما كبر حاج ومعتمر، الله أكبر على كل من تكبر وتجبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قيل إن هذه الأمة ماتت، وشاء ربك سبحانه أن يخيب ظن الضالون، وأن لا يمر هذا العام حتى تفاجئ هذه الأمة جميع خلق الله بهذه الانتفاضات الشعبية المباركة. انتفضت ضد الظلم، وقامت ثورات شعبية شاركت فيها كل الشعوب حتى تتحرر من ربقة الاستعباد والاستبداد. سبحانك رب سبحانك، ثورة رفعت شعارات جمعت عليها كل الناس واتفقت عليها فطر الخلق في الأرض كلهم، إنما انتفضت من أجل الحرية. فما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أمة محمد حررها الله تعالى بلا إله إلا الله. لا تثني الظهر إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تعظم الطواغيت الذين يريدون أن يكونوا أندادا مع الله. فثارت ضد الطواغيت، ضد الاستبداد، حرية قبل الشريعة ومع الشريعة وبعد الشريعة. ثارت لكي تحقق للناس الكرامة، كرامة الإنسان فوق الأرض. هذا الإنسان الذي والعياذ بالله في العالم الإسلامي الذي ظل الوحيد الوحيد على سطح الأرض الذي يفتقد أسباب الكرامة، طعام، شراب، سكن، صار يلقي نفسه في البحار غذاء للحوت عياذا بالله، يطمع في أن يتخلى عن هذه الأرض ويظن أن الجنة من وراء البحار. بعد الكرامة هنالك العدالة، ظلم والعياذ بالله مستشر في توزيع الخيرات، وإذا بالهوة السحيقة بين من لا يملك شيئا وبين من يملك كل شيء. ثورة ضد استقلال قرارنا السياسي، بحيث أصبح والعياذ بالله العديد من حكامنا يأتمرون بأوامر الغرب والشرق، ينفذون علينا مشاريع تهويدنا، مشاريع محاربة هويتنا، لغتنا، في الإعلام، في الثقافة، في كل شيء. فجمعت الثورة بين ثورة الشعب كله كمميز أول، وبين مطالبها العادلة المشروعة التي اتفقت عليها الأديان السماوية والشرائع الأرضية والفطر الخلقية. ثم بعد ذلك من مميزاتها في هذا الوقت أنها سلمية، ما حملت حتى الأسلحة البيضاء، خرجت بصدورها في تونس، في مصر، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، خرجت للشوارع ترفع شعار سلمية سلمية، وإذا بصدور هذه الشعوب تتعرض للرصاص، وإذا بهذه الأمة تقدم فاتورة باهظة ولا زالت تقدمها من أجل أن تتحرر. تضحي ليس فقط في عيد التضحية عيد الأضحى، إنما التضحية بالنسبة للأمة في كل زمان، في كل وقت، في كل مكان، هي ثورة إذن سلمية. ما حملت سلاحا، ما أشهرت سكينا، إنما تتعرض للرصاص بصدورها، لا تملك إلا حناجرها، لا تملك إلا الساحات. فحقق الله لها بعض ما تريد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من جملة ما حققت هذه الثورة أنها إن شاء الله تعالى أسقطت جميع مناهج التغيير التي كانت تأخذ ببريقها ألباب الشباب في العالم الإسلامي، فأسقطت ما يسمى بمنهاج التغيير الثوري أو الإرهابي الذي تبنته القاعدة. وإذا بشبابنا يرى أن الثورة على الطغيان إنما يكون عن طريق ما تفعله القاعدة، فصارت تفجر الناس في الأسواق وتقتل عياذا بالله الأبرياء. تأثرت بهذا لأنها رأت أن الأمة استكانت ولم تجد من يدفع عنها أو يرد الصفعة صفعتين،
فقام الشباب يتأثرون ببن لادن وبهذه الطريقة في التغيير، فكانوا يفجرون الأسواق. فجاءت الثورة السلمية فحققت في ظرف شهر إسقاط أنظمة مستبدة ما لم تستطع أن تحققه القاعدة. والقاعدة قد شوهت بهذه الطريقة، شوهت الإسلام وجعلتهم الجبن تعلق عليه جميع أخطاء المسلمين. وصار الغرب يستثمر هذه الصور الخاطئة الإرهابية لترسيخ صورة الإسلام الإرهابي عند الغرب. فأسقطت هذه النظرية الثورة السلمية. أسقطت أيضا ما يسمى بتغيير عن طريق الشيعة والتشيع، فكان حزب الله وحسن نصر الله وكانت إيران وأحمد نجاد أسماء لامعة في عالم العالم الإسلامي. وظننا أن أهل السنة لن يتحركون، وأن أهل السنة جبناء، وأن علماءهم جبناء. وانتشر التشيع بين المسلمين حتى صرنا نفاجأ بهذه الأمواج من المغاربة الذين يأتون من بلجيكا وغيرها وقد تشيعوا، فترهم يسبون عائشة متأثرين بهذا النمط من التغيير الشيعي. فجاءت الثورة السلمية ففضح الله الشيعة، حزب الله وإيران يقفون مع نظام بشار والبعث ويؤيدونه بالسلاح. فكفانا الله مؤونة الرد عليهم، وإذا بربك الكريم ببركة الثورة أنه رد لأهل السنة الاعتبار، إنهم يضحون في سبيل الله ولا يحملون سلاحا. فأطاحت بهذه النظرية التي استهوت ألباب الشباب طيلة أمد بعيد. ثم أطاحت الثورة ثالثا بتلك المقولة التي كانت تقول لا تغيير إلا بالاعتماد على الغرب، إنك إن لم تعتمد على أمريكا وفرنسا، إنك إن لم تمد من قبل هؤلاء بوسائل الدعم لن تحقق التغيير. فجاءت الشعوب فثارت لوحدها متوكلة على ربها، وحاول الغرب أن يخونها في الأول، لكن لما رأى استمرار هذه الأمة وإصرار على التحرر كان يراوغ. لكن فاجأته هذه الثورة بقوتها وزخمها فأسقطت هذه العروش دون الاعتماد أبدا على الغرب، فتحررت أيضا من ربقة أوامر الغرب. ورابعا تحررت أيضا هذه الثورة السلمية مما كان يعتقد عند كثير من أبناء هذه الأمة أن الثورة ينبغي أن تكون قومية. ماذا فعلت القومية العربية؟ ماذا فعل عبد الناصر؟ كان يخرج في حرب 67 وقد كتب جنوده على الدبابات ناصرنا عبد الناصر، كما قال الله تعالى بعزة فرعون إنا لغالبون. هكذا أقصي الدين من المعركة عند القوميين، عند القذافي، عند من تبنى القومية، عند بشار، عند أبيه، عند جمال عبد الناصر. فجاءت الثورة فشرفعت شعار الذي نرفعه اليوم، الله أكبر الله أكبر، على كل من طغى وتجبر. كان شعار الثورة السورية في الجمعة الأخيرة، رفعت شعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك رب سبحانك. وإذا بها تحقق النتائج التي لم تكن في حسبان أحد. هرب الظالم بالليل وما ظن الناس أن يهرب، وحوكم الفرعون وهو في السجن، وقتل الفرعون شر قتل، وجعل الله جثمانه عبرة لمن يعتبر، واحترق النمرود وأمد له سبحانه في العمر لعله يذكر اليمن، وبقي الطاغوت في سوريا واللائحة مرشحة للمزيد، والشعوب ترى مصارع الظالمين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعد ذلك انتقلت بعض هذه الثورات من مجرد الثورة على الظلم إلى ثورة أكبر، وهي ثورة البناء، بناء الدولة المدنية الحديثة، حيث ترفع شعار فيها شعارات الحرية والمؤاخاة والإنسانية والكرامة والتوزيع العادل للخيرات.
ثم انطلقت إلى الصناديق التي تقرر من يريده الشعب، فتعود الإرادة للشعب. الشعب مصدر للسلطات، يختارون من يحكمهم ويرفضون من يحكمهم، وتترك الحكم للصناديق. فدخلت تونس في أول تجربة، وهي التي أسقطت، كانت أول من أسقط الظالمين. دخلت إلى الانتخابات وإذا بالشعب رغم ما قام به الإعلام من تشويه الحركات الإسلامية، فقد أسقطت الثورة فزاعة الإسلاميين. وإذا بالصناديق تأتي بحركة النهضة التي هجر أصحابها وقتلت قاداتها. الشعب لن ينسى هويته، لن ينسى دينه، لن يخطئ أبدا التاريخ، فهو على موعد مع التاريخ. فولول العلمانيون وذرفوا دموع التماسيح خوفا من هؤلاء. سبحانك رب سبحانك. واللائحة تأتي، ففي مصر مرشح هذه الحركة أيضا أن تعطي لها الأغلبية الثقة عبر الصناديق. وهكذا تستمر هذه الثورات في إعطاء الزخم لإعادة الأمة إلى سكتها، إلى منهجها، إلى هويتها، بعد أن اعتقد العالم أنها تغربت، أنها تطبعت، أنها ابتعدت عن قرآن ربها وسنة نبيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المغرب لم يكن استثناء، خرج المغاربة تحت يافطة 20 فبراير، ومجموعة من الشباب والأحزاب تنادي بالتغيير وبالإطاحة بالفساد والاستبداد. فكان المغرب يشكل استثناء دائما عن القاعدة، فلم تستقبله قوات الأمن بالقتل وبالعصا الغليظة إلا في حالة نادرة. كنا نريد دائما أن نتقدم للقطع مع هذه الممارسات المشينة التي شهدها العالم العربي، لنخرج إلى بر الأمان ونبني دولتنا بدون خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات. وكذلك كان، فتسعة مارس شكل نقطة تحول كبيرة، إذ أن القيادة على أعلى مستوياتها في خطاب 9 مارس تؤكد على أن المطالب مشروعة وأنه لا بد للاستجابة لنبض الشارع. ففرح المغاربة وانتشوا بذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يسمى بإشاعة أجواء الثقة، فبدأنا بإطلاق سراح بعض المعتقل الرأي، وتمنينا أن الأمر سيستمر. ثم جاء بالدستور، وصوت المغاربة على الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة، ثم تحدث عن الانتخابات، وتقرر موعد إجرائها في 25 نوفمبر لكي ننتقل بإذن الله عبر رياح ما يسمى بالربيع العربي إلى فترة ما يسمى بالديمقراطية والحرية، وإعطاء هذا الشعب المكلوم حقه في اختيار من يمثله وينوب عنه، لكي نخرج من ظلام سنوات عديدة كانت فيها عياذا بالله الخريطة السياسية إنما تدبر وتهندس في دهاليز الداخلية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تمنينا إن شاء الله أن يحدث ذلك، لكن قلوبنا على يدنا، أيدينا على قلوبنا، نخشى على بلدنا، لأن ثمة ما زال يقلقنا، لا زال يقلقنا أن مسألة إشاعة أجواء الثقة توقفت. تمنينا أن يستمر إطلاق سراح معتقل الرأي التي ثبت للقاصي والداني أنه لم يحظى بمحاكمة عادلة. من الذي يقف في وجه هذا؟ ثم بل تراجعنا أكثر، رشيد نيلي مدير مؤسسة المؤساة الإعلامية سجن. ثم لماذا لا يطلق سراحه؟ الشعب المغربي يريد إطلاق سراحه، خاصة نعيش الآن في ربيع الحرية. ثالثا الخطباء، لماذا يوقف الخطباء في فترة الربيع العربي؟ دخل القيمون الدينيون على الخط وصاروا يذهبون إلى الرباط في تظاهرات، لم يجدوا من يدافع عنهم. خطباء يقالون لأنهم قالوا الحق في عرض وطول المغرب. أفي مغرب دستوره الإسلام؟ هكذا يتعامل مع القيمين الدينيين؟ لا نتحدث عن وضعيتهم المادية المزرية، فهناك ثمة من يتحدث عن ذلك. ثم بعد ذلك مسألة الانتخابات،
إننا نضع أيضا يدا أخرى على الكبد، هذه المرة ليس على القلب. فالانتخابات التي ننتظرها لتحقق لنا الحرية وتنقلنا إلى عهد نقطع فيه مع ممارسات الماضي، نضع أيدينا على أكمادنا خوفا مما نراه. أولا، إن التقطيع الانتخابي لا يخدم أبدا مسألة العدالة فيما تفرزه الصناديق. فلم يكن التقطيع الانتخابي يبنى على أساس الكثافة السكانية، إنما طريقة كانت تعتمد دائما في هندسة الخريطة الانتخابية والحزبية، ولم تريد الحكومة أن تراجع ذلك. خطأ، خطأ فادح. الثانية، إن مسألة تشديد اللوائح الانتخابية لم يكن طلبا، وإنما كان طلب الناس أن تعتمد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للانتخابات حتى لا يحرم أحد وحتى لا يتم استغلال البطائق الأخرى. ثالثا، ما نراه الآن فيما يسمى بالحياد السلبي للإدارة، نريدها أن تكون محايدة. لا لا لا، محايدة؟ كيفاش محايدة؟ نريد أن تكون محايدة، لكن محايدة إيجابية. أما المحايدة السلمية أو السلبية، أنها ترى بيع الأصوات ويصلها أن بعض الشيوخ يقومون بخدمة بعض الناس، هذا ظلم، هذا يفسد العملية، هذا يعكر الأجواء، هذا يفقد الثقة، هذا سيؤدي بالشباب إلى أن يبقى يائسا. نحن نعمل من أجل أن نعيد الثقة للشعب المغربي، وأنتم هكذا تفعلون. سيفتقد الناس عياذا بالله الثقة، وستبقى الصناديق فارغة. لقد سبقتنا تونس وستسبقنا مصر، والمغرب كان سباقا في ترسيخ معالم الديمقراطية مهما كانت ناقصة، لكن على كل حال كان الأحسن. فلماذا يتأخر ويأخذ هذه الرتب الأخيرة؟ سبحانك رب سبحانك. نريد حيادا إيجابي، نريد متابعة لمن تثبت عنه تورطه في البيع والشراء. هذا كله مطلوب لكي ننتقل إلى الفترة القادمة في تقاطع أو في ماض نتركه بكل سلبياته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبدورنا نقول أخيرا وليس آخرا، ومع ذلك نصر على أن نظل أوفياء لكل ما هو سلمي. نحن مع هذه الحركة السلمية التي أفرزت الانتخابات، نحن نريد انتخابات نزيهة مع ما يشوبها من نقص. نحن نرفع أصواتنا على منبر رسول الله لنقول لمنظمات المجتمع المدني: مسؤوليتكم أن تنوروا كل الناس حتى يقبلوا بكثافة على الصناديق، لعلنا نصل إن شاء الله إلى ما يبتغيه المغاربة. نرسل رسالة أخرى إلى العلماء والمفكرين وقادة الرأي وإلى رجال الإعلام أن يقوموا باستثمار وسائلهم للدعاية الإيجابية من أجل إعادة الثقة إلى الناس حتى يقبلهم أيضا بكثرة إلى الصناديق. ثالثا، ندعو إن شاء الله قادة الأحزاب أن يكونوا أول من يرفض هذه الممارسات. إذا كنتم أنتم يا قادة الأحزاب من يعطي التزكية بالمال أو يعطي التزكية لمروج المخدرات وللمفسدين، فكيف تريدون أن تطالبوا الآخرين بالإصلاح وأنتم من يعكف عليه؟ ففقدوا الشيء لا يعطيه. رابعا، نطالب أيضا الشعب والمواطنين أن يتقدموا إن شاء الله تعالى للانتخابات بكثرة لكي يقوموا بإدلاء الصوت لله، الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله. ثانيا، أن يختاروا الأصلح. ثالثا، أن يقطعوا الطريق على المفسدين. لا تخلوا الساحة فيملأها أولئك الذين يتمنون ويودون ألا تتحركوا حتى يخلو لهم الجو ولكي تبقى وتظل الأمور كما هي. وخامساً،
نداء أخير إلى الدولة، يا حكومة المغرب، إننا نلتمس منكم أن تقطعوا مع ممارسات الزمن الماضي الذي تميز بالتحكم في إدارة العملية الانتخابية تقنيناً وممارسةً ومراقبةً وهندسةً واختياراً، فلا تخرج أبداً الخريطة عن يد من يسيرها فخيوطها اتركوها في خيوط، اتركوها للشعب، اتركوها ولو لمرة واحدة. إننا نطلب منكم أن تتركوا هذه الممارسات، أن تعملوا إن شاء الله تعالى على القطع مع هذه الممارسات، أن تقوموا بالضرب على يد من تثبت ويثبت تورطه في عملية التزوير، أن تعلنوا النتائج كما هي حتى يطمئن الشعب وتعود إليه الكلمة. فإن الانتظار بعد هذا الوقت سيكون مثقلاً وسيكون بفاتورة لا قدر الله باهظة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من دعا بدعوته، والحمد لله رب العالمين.